طيب مد اللين، مد اللين أيها الإخوة مثل العارض للسكون، لكن بدل ما نقول حرف المد شو بنقول؟ حرف اللين. ماذا قلنا في العارض للسكون؟ قلنا هو أن يأتي حرف المد وبعده سكون وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. هنا نقول هو أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. نفس بس بنغير كلمة مد حرف المد بنقول بدالها ايه؟ حرف اللين. هذا شو صار اسمه؟ مد اللين. واضح يا اخواني؟ وكما قلت منذ قليل مثل ما عندنا عارض للسكون بسبب الوقف وعارض للسكون بسبب الادغام، كذلك هنا عندنا لين بسبب الوقف ولين بسبب الادغام. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كيف فعل؟ إيش هذا المد؟ عارض للسكون، سكون شو سببه؟ سببه الإدغام. انتبهنا؟ فقد يكون عروض السكون سببه المد، عفوا الوقف، مثل قريش، البيت، هذا لين سببه الوقف. وقد يكون لين سببه إيه؟ الإدغام، مثل ما ذكرنا بالمثال القرآني. إذن كما نرى على اللوحة هو أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف، يمد بمقدار 2 أو 4 أو 6، والأولى أن يقصر اللين في الحذر ويوسطه في التدوير ويطوله في التحقيق لتتناسب القراءة. أيها الإخوة الكرام، ذكرت لكم بالأمس وأذكركم اليوم أن الفرق بين حرف المد وحرف اللين هو الجزء الأول من الصوت. فحرف المد الجزء الأول منه من جنس حركته. لما بقول أنا تعملون لون، بداية حساب الزمن منين عم تبدأ؟ من ضمتي لون. لكن لما بقول مثلا خوف، بداية حساب الزمن منين عم تكون؟ من بعد فتحة الخاء، من بعد فتحة الخاء. وضح؟ لذلك يعني بعض العلماء قالوا يعني نحن عم نقول هذا المد يمد 2 و4 و6، هل هذا الكلام دقيق؟ يعني هل هو مثل العارض للسكون؟ ما العارض للسكون بداية حساب الزمن عم تكون من بداية الحركة. حرف اللين فيه حركة من غير جنسه، تبهتك؟ بعض المشايخ باعتبار اقتطعوا زمن الفتحة من حرف اللين قالوا عن حرف اللين فيه بتر وتوسط وطول. حتى هذا الكلام يعني بتر يعني بمعنى أقل من الطبيعي، تبهنا كيف؟ لكن بالأربعة كمان هذا مبتور، لأنه بدك تشيل منه زمن إيه؟ الفتحة. والست حركات كمان بدك تشيل منه زمن الفتحة. الضباع الله يرحمه ويرضى عنه بالإضاءة قال فيه مد، هكيك بالذكر يعني شيء قارئه من زمان إن شاء الله أنه يكون لساته بالذاكرة، قال فيه مد ما. شو قال؟ فيه مد ما. عرفتوا شو يعني ما؟ يعني فيه مد، لكن يعني كأنه قصده أقصر من الطبيعي. إذا نحن عم نتحرى إيش؟ أن يكون العبارة يعني دقيقة جدا، عرفتوا؟ فنحن لما نقول هذا المد يمد بمقدار حركتين وأربعة وستة، هذا الكلام إخواني فيه تجوز. عرفتوا شو التجوز؟ يعني نوع من التساهل. شو سبب التساهل؟ زمن الحرف المفتوح، لأنه من غير جنس الممدود. وضح إخواني؟ يعني لما بتقول أنت خوف، اسمعني جيدا، خوف قريش، بدك تطرح زمن الفتحة، فبيبقى مثل ما قال الضباع مد ما، يعني بمعنى أقصر من الطبيعي لأنك طرحت زمن الفتحة. وإذا قلت قريش بمقدار 4 وطرحت زمن الفتحة حيطلع 4 إلا، وإن مديته 6 حيطلع 6 إلا. هل إلا هي عم نغض النظر عنها وعم نقول تجوزا وتساهلا في العبارة، شو عم نقول؟ 2 و4 و6. وضحت الصورة؟
نفس القصة هنا، إذا ابتدأ القارئ تلاوته بأحد المقادير الثلاثة السابقة لمد اللين فعليه أن يستمر على ذلك المقدار إلى أن ينهي تلاوته. نفس الكلام، من باب واللفظ في نظيره كمثله. طيب أنا بدي إياكم تصحصحوا معي شوي، اللي هيك شوي مبطوح على الكرسي جلس قعدته وهيك يقعد هيك، خذ نفس عميق. طيب يا أخي يا حبيبي، قلنا المد العارض للسكون مد تشبيها له بمين؟ بالله، عظيم جدا. طيب ومد اللين هذا اللي شايفينه مد تشبيها له بالعارض، مين المشبه؟ فكر بهدوء ولا تتسرع بالجواب. عندي المد العارض للسكون وعندي المد اللين. مد اللين مد تشبيها له بالعارض، مين المشبه؟ اللين. شفتوا لما صحصحتوا؟ ومين المشبه به؟ ايوه. طيب بيصير المشبه يكون اطول من المشبه به؟ ما بصير. يعني هو حمل عليه وعومل معاملته وحرفه اضعف من حرفه، لانه الحركه اللي قبله مو من جنسه. اقصى ما يمكن ان يصل اليه اللين ان يكون بمقدار العارض، اما يزيد عنه لا. شو بيترتب على هالكلام؟ لما انا بركز، لما بدي العارض للسكون حركتين، لما بقول تعملون لون، قديش بدي مد اللين؟ حركتين. ما بصير اقول قريش، ما بصير. طب هنا بنفس المجلس، بنفس المقطع اللي عم بقراه. طيب اذا مديت العارض للسكون اربعه، قلت تعملون، قديش بمد اللين؟ ايوه، بتمدوا حركتين وبتمدوا اقصى شيء اربعه، ما بصير تمدوا سته. طيب واذا مديت العارض للسكون اللي هو تعملون سته، تعملون، قديش بتمد اللين؟ لك ان تمدوا حركتين، ولك ان تمدوا اربعه، ولك ان تمدوا سته. كل هذا الكلام نجمله بلغه الرياضيات، منقول اللين اصغر او يساوي العارض. اللين اصغر او يساوي العارض، ما بيصير يكون أطول. واضح يا أخواني؟ طيب نرى على اللوحة اجتماع العارض مع اللين، يعني اجتماعهما في نفس المقطع القرآني. عرفتوا شو معنات الاجتماع؟ في نفس المقطع القرآني. إذا اجتمع في التلاوة مد عارض للسكون مع مد اللين فيجب أن يكون مقدار اللين مساويا أو أقل من العارض. إذا مد القارئ العارض حركتين، شو بده يمد اللين؟ حركتين. طب وإذا مد العارض أربعة؟ قولوا سمعوني، أربعة أو اثنين، أو اثنين أو أربعة، ما هي؟ اثنين أو أربعة. طيب وإذا مد العارض ستة؟ اثنين أو أربعة أو ستة، هكذا. يلا اللي بده يصور هلا يصور، في بعض الإخوة عم يصوروا. ماشي، وضحت الصورة؟ طيب خلصوا المدود التسعة. هذه هي المدود التسعة في كتاب الله عز وجل. في بعض المصنفين ذكروا ما يسمى يا أخواني بألقاب المدود. شو سموها؟ ألقاب المدود. يعني بيقول لك مثلا مد التمكين، مد شو الفرق، مد ال هذه كلها ألقاب. ألقاب، عرفتوا شو يعني ألقاب؟ يعني مو أنواع. الأنواع معناتها في بينها اختلاف من حيث تركيبها، لكن هي ألقاب، لقب. مثلا لا يحييكم، هذا شو بيسموه؟ شو؟ تمكين. إيه طب لكن هو طبيعي، هو طبيعي. يي أليس حرف مد وقبله مكسور وليس بعده لا همز ولا سكون؟ إذا طبيعي. انتبهنا كي هذه الألقاب ذكرها بعض المصنفين، ما في يعني ما بينبنى عليها شيء. انتبهنا، فرقوا بين أنواع المدود وألقاب جمع لقب. انتبهنا كي نعم. حتى السخاوي الله يرحمه في جمال القراء، أبو الحسن السخاوي تلميذ الشاطبي، بعد ما ذكرها قال ولا طائلة تحتها. شو قال؟ ولا طائلة تحتها.
طيب أخطاء تقع عند نطق